والله أولا فيما يختص بالحوثيين، أنا أعتقد أنهم ليسوا برافضين الرفض المطلق، ولكن أنا رأيت اليوم أنهم حتى يعلنون عنها في أسطول طيران اليمنية الذي يقلع من صنعاء، وبالتالي أرى أن في بنود هذه الاتفاقية ما يحقق طموحات الحوثيين. هذا واحد. اثنين، أنه اليوم نحن أمام واقع مرير، وبالتالي على الأحزاب أن تكون أكثر جدية، وهي اليوم هي التي تشكل مجلس، هي التي تشكل الحكومة اليمنية والشرعية بشكل عام. أنا أستذكر مقولة لمالك ابن نبي في نفس المضمار وفي نفس الأزمة عندما كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر، قال على الأحزاب أن ترتقي وأن لا تتسول حقوقها وأن تفرض برنامجها السياسي لتنتزع من خلاله حقوقها. وبالتالي اليوم يقع على عاتق الأحزاب أن تنتزع حقوقها وأن ترفض القرارات المعلبة. الحوثيين لم يرفضوا، لأن ما ينطوي أو ما تنطوي عليه خارطة الطريق، أنا من وجهة نظري أن جله يصب في قالب الحوثيين. أولا، أنه يجعلهم جزء رئيسي من التشكيلة الأساسية للحكومة أو للسلطة اليمنية القادمة. اثنين، أن الخارطة الطريق إلى الآن لم تذكر الملف الأمني ولم تذكر السلاح السيادي الذي يمتلكه الحوثيين.